رمضان أهلا مرحبا رمضان دينا الماضي وسحر السفير. أهلا بكم، عبد الرحمن حراز والبامبي وريحة العطارة، ريحة الحياة، ريحة تحت الربع. كنت لسه عيل صغير وعيوني لسه مشتاقة، عيوني لسه جعانة المناظر الدنيا، وأنا بتكعبل في ديل أمي بعد ما قعدنا شوية في الجنينة اللي كانت قدام دار الكتب والوثائق القومية اللي بناها الخديوي عباس حلمي الثاني. هي مكانها لازالت موجودة قدام مديرية أمن القاهرة القديمة. أبويا وإحنا قاعدين في الجنينة دي يشتري لنا آيس كريم من واحد اسمه الشام، أنا متذكر اسمه كويس وأكيد مش موجود دلوقتي. محل اسمه الشام كان مكتوب عليه بالنيون. وبعد ما ناخد سهرتنا ندخل بالليل قوي تحت الربع، المحلات قافلة، الدنيا هس، وخطوات رجلينا مسموعة قوي عشان نكمل ونسيب درب سعادة على الشمال ونكمل جوه. وأول ما نوصل عند الجامع الأزرق ندخل شمال بوابة المتولي، البوابة اللي بناها بدر الدين الجمالي الأمير المشهور قوي في 3 عصور تقريبا، منهم عصر المستنصر بالله. وندخل على يمنا الكتاب القديم والسبيل، وبعدين نخش على حارة الروم مكان بيت ستي أم أمي. حبيت المكان ده جدا وعشقته، وعودتني الرحلة دي وجودي هناك وأنا طفل على عيش المنطقة، منطقة تحت الربع والغورية. ولما كبرت وبقيت أب وسكنت في حتة بعيدة قوي، عودت بيتي مراتي وولادي على المنطقة دي، وسقيتهم عشق منطقة تحت الربع والجامع الأزرق والفتح طلائع والخيامية وبوابة المتولي اللي اتشنق عليها آخر سلاطين المماليك طمان باي سنة 1517. ولأني الأماكن ليها روايح، لازم تعرف أن مفيش مكان ملوش ريحة. إذا كانت العمارة بتبني أو بتجسد المشهد في عيونك، فالروايح بتبني العمارة في وجدانك سواء بتحبها أو بتكرهها. روايح العطارة الحلوة وانت داخل تحت الربع بتجسد المكان كله وتاريخه قدامك. عودت بناتي على اني قبل كل رمضان لازم رحلة لتحت الربع، نجيب حوايج رمضان والعطارة من عند عبد الرحمن حراز اللي هو ورا مديرية الامن على طول، اكيد موجود لحد دلوقتي ربنا يديهم الصحة. نعبي ونملى كل حاجات رمضان وسط زحام الناس الطيبين، وانا واقف في المحل يلفت نظري اعلان قديم قوي لست لابسه برقع وملايه ومكتوب تحتها خرز البقره والفوائد بتاعته. نفس الاعلان اللي بتقراه بنتي ده نفسه بنتي بتشوفه وهي طفله انا كنت بشوفه وانا في سنها بالظبط، لسه يعني الاعلان زي ما هو. واقعد استهج الحروف خرز البقره وأشك أني قريت صح، أستهج تاني وتعلى ريحة العطارة. بعد سنين طويلة فرح بنتي وسلمى بقوا مع رايز وتغربت في بلاد الله، وكل رمضان فرح تفكرني بأيام جميلة، أيام ما كنا بنجهز لرمضان ونطلع الرحلة دي نبضع فيها العطارة والمشمشية وأمر الدين وكل لزوم رمضان من عند عبد الرحمن حراز، ونكمل جوه تحت الربع عشان نشوف مهرجان بياعين الفوانيس. الدنيا هناك حاجة تانية في رمضان، بيبيعوا الفوانيس الكلاسيك وحتى الفوانيس الصيني، وهم عارضين فوانيسهم بأحجام وأشكال مختلفة.
والحقيقة أخطف فانوس لفرح وأخطف فانوس لسلمة وفانوس لأميمة، بس فانوس أميمة بيبقى كبير قوي يتحط في البيت ويفضل منور طول رمضان. وحبت بناتي الفوانيس الكلاسيك من تحت الربع، ما حبوش الفوانيس الصيني اللي بتغني واللي معمولة من البلاستيك الكهربا دي، وعشقوا فوانيس الفاطميين، الفوانيس اللي أبوهم كان بيلعب بيها وهو صغير. ونخرج من تحت الربع ندخل بوابة المتولي، خطوات رجلينا بتدب بترن قوي، نفوت حارة السكرية عشان نكمل بتوع الشمعين وكلة الشمع وجامع المؤيد على الناحية الشمال، ونكمل حمام السكرية ونطلع على طول لحد ما نوصل للغورية. الغورية بجمالها، الغورية الجميلة قوي عند بتاع البسبوسة، ونقف نتفرج هناك في قلب الغورية على التاريخ، على ولاد أحمد منصور ومحلاته اللي فوق، معرفش موجودة لحد دلوقتي ولا لأ. الغورية اللي تسمت على اسم وحتى الجامع بتاع الغورية تسمت على اسم السلطان قنصوه الغوري، والجامع بتاعه قدام القصر. غريبة أوي الغورية، أولها جامع وقصر السلطان الغوري، وآخرها البوابة اللي اتشنق عليها طومانباي آخر مماليك، آخر سلطان في دولة المماليك. وأنا واقف في الغورية، الدنيا ليل ساكتة هس، والمحلات قفلت، وولادي ومراتي وبناتي بيبصوا على الغورية وعلى جمال الغورية. أضبط نفسي بغني بصوتي الوحش أغنية الأستاذ محمد أنديل، يا رايحين الغورية هاتوا الحبيب هدية. رمضان أهلا مرحبا رمضان، ديننا المود وسحر السفينة.